الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم في حقل المؤسسات والتنمية الاقتصاد المؤسسي Institutional Economics، أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا، وعلى بركة الله نبدأ. الاقتصاد المؤسسي Institutional Economics، لابد أن أذكر في البداية بأن هذا المقطع هو مختصر لموضوع الاقتصاد المؤسسي. من أراد أن يدخل بتفاصيل لابد أن يقرأ عدة كتب في هذه النظرية. يعتبر الاقتصاد المؤسسي من أهم فروع علم الاقتصاد بسبب اتصاله وتداخله مع حقول علمية أخرى كالسياسة والاجتماع والأناسة الأنثروبولوجيا. يدرس علم الاقتصاد المؤسسي في معظم جامعات العالم باستثناء الجامعات العربية وبعض جامعات الدول النامية، وقد يعود السبب إلى تدخل هذا العلم مع مسائل الهيكل الاجتماعي ونظام الحكم في الدولة. يعتبر ثورستن فابلاين من رواد المدرسة الجديدة النيو سكول، التي اهتمت بالاقتصاد المؤسسي كأداة تحليلية جديدة. لم يأخذها الاقتصاديون الكلاسيكيون أو الكلاسيكيون الجدد بالحسبان في ضبط نظرياتهم وتحليلاتهم لحالات التوازن في سوق الإنتاج وسوق الموارد. صب فابلن جام غضبه الفكري على أتباع هذه المدرسة، اللي هي المدرسة الكلاسيكية ما أقصد، قائلا بأن القوانين الاقتصادية التي طوروها حول سلوك البشر كانت تعميما لا زمانيا timeless generalization، أي بمعنى آخر المقصود به هنا أنه يعني لا حد لها من حيث الزمان. فقال بأنها كانت تعميما لا زمانيا timeless generalization مفرطا، يعتمد بشكل أساسي على تطور ميكانيكي للسلوك وردود الأفعال. وكان من الأجدر حسب رأيه أن ينظر هؤلاء إلى السيرورة التطورية evolutionary process التي يرتقي بها ومن خلالها السلوك الاقتصادي للبشر. وصف الافتراضات التي تستند إليها النظرية الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة بأنها غير علمية، وقد شمل هجومه كذلك الأفكار التي طرحتها الماركسية ماركسيزم وأفكار المدرسة التاريخية الألمانية German Historical School. ولم يوافق بابلن نظرة الكلاسيك بأن آلية السوق تتميز بتناغم، لأن هذه الآلية لا تتطابق مع القانون الطبيعي وما يسمى natural law. ولم يوافق أيضا نظرة الكلاسيك حول مخرجات آلية السوق التي تدعي بأنها تؤدي بالضرورة إلى نتيجة صالحة أو مرغوبة. ملخص هذا الكلام بأن لكل زمان سلوكه وآلياته ونظرته. يؤمن أصحاب هذه المدرسة المؤسسية ومنهم فابلن نفسه بالحتمية الاقتصادية economic determinism، التي تدعي، وأرجو التركيز على هذه الجملة، تدعي بالمبدأ القائل بأن السلوك الاقتصادي للإنسان محدد بواسطة المؤسسات الاجتماعية. وأنا كذلك أؤيد هذه الفكرة. طبعا المؤسسات الاجتماعية التي تشكل شخصيته، بمعنى شخصية هذا الإنسان. وهذا المبدأ يوازي الحتمية الاجتماعية التي انبثقت من الفكر الدارويني، وقد نظر رواد هذه المدرسة إلى التنظيم الاقتصادي economic organization باعتباره سيرورة وتطورا مستمرا، ورفضوا النظرية التي تقول بأن سلوك الفرد مستقل بذاته. نكمل. من الأهمية أن أقدم علم الاقتصاد المؤسسي بخلفية تاريخية غير تقليدية. لا يستطيع البشر أن يعيشوا من غير طعام وماء، باعتبار هذه الأشياء جزءا من بنيتهم الأحيائية الطبيعية، فهذه الضرورات متصلة بالحياة أو بالموت وليس لها بدائل. وقد يستطيع البشر أن يعيشوا من غير مأوى أو لباس، لكن حياتهم لا يمكن في هذه الحالة أن تمت للإنسانية بشيء. هناك ثلاثة إبداعات لم يكن للإنسان أن يصل إلى ما وصل إليه بدونها، وقد اعتبرها بعض العلماء بأنها ضرورات لا تقل أهمية عن المأوى والملبس، أي أن فقدانها لا يهدد البشر من ناحية الوجودية، بل يهدد جوهر البشر ويختزلهم إلى مصاف المخلوقات التي تفتقر إلى العقل والكرامة الإنسانية بتعريفها التقليدي. فما هي هذه الإبداعات؟
الابداعات. يعتبر علماء الصرق المؤسسي بأن اللغة language أصيلة في بنية البشر، أي أنها مبنية في ذواتهم، وهي الوسط الوحيد المتاح للإنسان في سبيل التواصل مع بني جنسه. فمن غير اللغة ما كان للبشر أن يدونوا الفكر والمعرفة والعلم والتاريخ، وما كان لهم أن يسخروا العلم والمعرفة في المخترعات العلمية وتحويلها إلى رأس مال صناعي واجتماعي. فاللغة هي الذاكرة التي يحتفظ الإنسان بواسطتها تاريخه وعلومه ومعارفه. فمن غير اللغة لا يمكن للبشر أن يصلوا إلى أي مرحلة من الثورة والتقدم. فهذه إذن فهي إذن إبداع ضروري للتطور والتقدم والرقي. هنا هذه الصورة التوضيحية تجسد الفكرة بأن اللغة، الآن هناك شخصان يتواصلان باللغة فيسأل أحدهم الآخر ما رأيك بهذه الفكرة، وهنا الآن هذا الشخص يسأل هذا الشخص هذه نظرية الجديدة، وهذا الشخص يقول للشخص وهذه فكرة الجديدة. إذن بواسطة اللغة. أما الإبداع الثاني فهو النقود money. لماذا النقود وكيف؟ كانت النقود فيما مضى من غابر الأزمان سلعة تفيض عن حاجة الفرد أو الأسرة فيبدلها بسلعة أخرى، الجلود بالحبوب والتمر بالخبز والحليب بالماء والذهب بالفضة وهكذا. فنشأت جراء ذلك أنظمة الأسعار price systems وعمليات التبادل السلعي commodity trade بين الأفراد والجماعات، ونشأت الأسواق markets. فاضطر البشر إلى تسهيل المعاملات بواسطة النقود، النقود فقط، لأنها الوسط الوحيد المتاح والكفؤ للتبادل السلعي وتقييم الأشياء. فتراقت الأنظمة الاقتصادية تدريجيا حتى وصلت إلى أو على ما هي عليه الآن. هذه الآن صورة توضيحية: مبادلة فاكهة بفاكهة، مبادلة سمك بلحم، مبادلة نقود بملابس. الآن هنا النقود وهنا نقود وهنا نقود، لكن سبحان الله هذه النقود التي تسمى فايت ماني، وهنا الآن الشراء بالعملة البلاستيكية. فهذا الإبداع اللي هو عملية استخدام سلعة مقابل سلعة أو نقود مطبوعات مسكوكات ومطبوعات ورقية لها قوة قانونية وقوة شرائية بموجب القانون، الآن هذه من الإبداعات التي اختص الله بها الإنسان سبحانه وتعالى. الآن لا يمكن للبشر أن يعيشوا من غير قوانين وأعراف وتقاليد حميدة متداولة بينهم. وقد اكتشف البشر خطورة وأهمية هذه المسميات وجواهرها. إذن الآن من غير قوانين وأعراف وتقاليد حميدة، أي مفاهيمها الآن، المقصود خطورة وأهمية هذه المسميات وجواهرها، أي مفاهيمها ومعانيها وأهميتها، وأنهم يجبرون أنفسهم على الالتزام بها، أي أنهم مكرهون على الالتزام بها حتى تستقيم حيواتهم. فالابتسامة تحمل معنى جميلا وإيجابيا، والعبوس يحمل معنى قبيحا وسلبيا، والصدق يحمل معنى جميلا وإيجابيا، والكذب معناه قبيح وسلبي. وتشريع القانون الذي يحمي الناس من ظلم بعضهم بعضا، وتطبيق القانون بشكل عادل، شيء يقبله كل إنسان سوي وينكره كل فاسد، فسادا عقليا أو فسادا بجوانية الضمير. هذه الأشياء والمسميات التي لا بد للبشر أن يلزموا أنفسهم بها هي مجموعة المؤسسات الناظمة للحياة المجتمعية البشر، أي أنهم يكبلون أنفسهم بأنفسهم بقيد المؤسسات من أجل أن تستمر الحياة وتزدهر وتتطور. وقد تخيلها علماء الاقتصاد المؤسسي على شكل مصفوفة ماتريكس، سميت المصفوفة المؤسسية Institutional Matrix، تحتوي الصدق والأمانة والكذب والخيانة والقانون العادل والقانون الظالم والعادات السيئة والحميدة. فلا يتطور الاقتصاد والمجتمع من غير مؤسسات حميدة. صنف البشر المؤسسات تحت شكلين رئيسيين أو رئيسين. أشكال المؤسسات، هناك شكلان للمؤسسات. الأول هو المؤسسات الشكلية Formal Institutions، والثاني المؤسسات اللاشكلية Informal Institutions. هذه الآن
صورة توضيحية عن أشكال المؤسسات. هناك شكلان رئيسيان: المؤسسات الشكلية formal institution وسأعرفها بعد قليل، والمؤسسات الأخرى المؤسسات اللاشكلية informal institutions. ما هي المؤسسات الشكلية؟ المؤسسات الشكلية هي كلية التشريعات الناظمة لحياة البشر الذين يقطنون رقعة جغرافية محددة محكومة بنظام سياسي معين. تشمل هذه التشريعات الدستور باعتباره العقد أو العقد بين الموكل principal وهو مجموع المحكومين والوكيل agent وهو الحاكم، سواء كان هذا الحاكم فردا أو جماعة دينية أو حزبية أو عرقية. وتشمل أيضا القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات، وقد سميت مؤسسات شكلية لأن البشر يلتزمون بها حرفيا. هذا الآن باعتبار صورة رمزية للدستور باعتباره أكبر سلطة يعني رمزية في دولة ما، ينبثق عنه القانون، النظام، التعليمات، القرارات، كل حسب الأهمية، وهذا الحاكم والمحكوم أمام الدستور. فالدستور هو العقد بين الحاكم والمحكوم، والدستور ينبثق عنه القانون، ينبثق عن القانون النظام، النظام تنبثق عنها تعليمات، التعليمات تنبثق عنها قرارات، وهذه هي السلطة المحكومة بموجب مؤسسة شكلية اسمها يعني التشريع وهو الدستور في هذه الحالة. كلما كانت المؤسسات حميدة ارتقى المجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وكلما كانت المؤسسات رديئة انحسر المجتمع وتدهور. هذه الآن فكرة تقول بأن الأديان كانت أعظم مؤسسات عرفها البشر. ما هي المؤسسات اللاشكلية؟ المؤسسات اللاشكلية هي العادات والتقاليد والأعراف الناظمة للحياة الاجتماعية في الدولة. تشمل هذه المؤسسات العلاقات الاجتماعية وكيفية ترابط الناس أو كيفية أوقات الأزمات، كيف تربط الناس، يعني كيفية ترابط الناس أوقات الأزمات والأفراح والأتراح والزواج. وتشمل عادات الصدق والأمانة أو الخيانة والكذب، وحب العمل أو كره العمل الإنتاجي، وحب العطاء أو التكسب. وتشمل نظرة الناس إلى النظام السياسي الذي يحكمهم عادل أم ظالم، يؤمن بالحريات العامة أم أنه مستبد. هذه الآن صور تعبر عن المؤسسات اللاشكلية، إما بتكون من سلوك الفرد أو على شكل أسرة وما شابه. الآن وإنك لعلى خلق عظيم، هذه من أعظم المؤسسات التي عرفها البشر، وهي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا هذه السيدة تومئ لابنها أو ابنتها: يا بني لا تكذب. هنا هذا الشخص يغش من هذا الشخص في الامتحان، فيعتبر بأن الغش حلال. هنا الآن هذا يبتسم في وجه هذا، لكن هذا يخبئ وراء ظهره خنجرا، وهذا يخبئ وراء ظهره عصا. هنا المعلومة لا متماثل، بمعنى آخر هذا الشخص لا يعرف عن نوايا هذا الشخص، وهذا الشخص لا يعرف عن نوايا هذا الشخص، وكلاهما يبتسم في وجه الآخر. معنى ذلك بأن المعلومات لديهما لا متماثلة، تؤدي إلى الابتزاز والاستغلال. هذه الآن هاتان المؤسستان كتقليد أو أعراف أو عادات، هنا هي مؤسسات حميدة، وهذه هي مؤسسات رديئة. هذه المؤسسات تدمر المجتمع، وهذه المؤسسات تبني المجتمع. أثر المؤسسات: تدفع المؤسسات الشكلية واللاشكلية الحميدة المجتمع نحو التميز والرقي، وتشجع على حب العمل والإنتاج والسلام الاجتماعي والحياة الاجتماعية السليمة. في حين تعمل المؤسسات الشكلية واللاشكلية الرديئة إلى دفع المجتمع نحو التواكل وكره الإنتاج والتعاسة والانحلال والعنف والتغريب alienation، التغريب المجتمعي والديني والاقتصادي، وانحسار الشعور بالانتماء والوطنية. هذه الآن صورة رمزية إلى زمن الاغتراب نتيجة لسيادة المؤسسات اللاشكلية الرديئة، تؤدي إلى شعور الإنسان السوي بالاغتراب فيحاول انتحار. هذه الآن العشائري والقبلية جزء لا يتجزأ من المؤسسات اللاشكلية الرديئة، لأن زعيم العشيرة هو
هو إله الآن أمام أبناء أو أبناء القبيلة والعشيرة، وبالتالي هنا السمع والطاعة بدون تفكير. هنا الآن المؤسسات اللاشكلية الرديئة تؤدي إلى أن احتقار الآخرين، فهنا هذا الشخص يقول نحن الأفضل وهم الأسوأ بمعنى آخر، فهناك كراهية وهكذا. كلفة التعاقد وكلفة الوجود هذه من أهم الأفكار التي يطرحها الاقتصاد المؤسسي، بأن كلفة التعاقد كلفة إنجاز الشيء، لنفترض أن مستثمر أتى إلى البلاد أي بلاد وأراد أن يستثمر بها، الرشوة والفساد تؤدي إلى زيادة كلفة التعاقد، وفي بعض الأحيان كلفة وجود الإنسان ترتفع، ما يعني يكون وجوده مهدد بالانقراض نتيجة لسيادة المؤسسات الشكلية الرديئة. فهذه من أعظم الأفكار وأهمها التي يتبناها الاقتصاد المؤسسي، وهو أنه المجتمع السوي بتكون كلفة التعاقد فيه قليلة وكلفة الوجود منخفضة جدا جدا، بمعنى آخر لا يكلف وجود الإنسان إلا الطعام والشراب وما شابه. أما في مجتمع رديء سيء عنيف، ربما أي شيء يؤدي إلى زوال هذا الشخص أو فنائه، ويؤدي كذلك الأمر إلى تراقي ما يسمى بالمجتمع الدارويني، أنه الكبير يأكل الصغير والقوي يأكل الضعيف. الآن آخر فكرة تحدث عنها في هذا المجال هي التكاليف والإنتاج، الإنتاج وكلفته. الآن هذا الرمز يعني أو التمثيل البياني، الكمية على المحور الأفقي والكلفة على المحور العمودي. بمؤسسات جيدة الكلفة بتكون قليلة، الكمية كثيرة والكلفة قليلة. بمؤسسات رديئة بتكون الكمية قليلة والكلفة عالية جدا. الآن بالنسبة لكمية الإنتاج، هنا عندي مدخل العمالة، مدخل العمالة ونوعية الإنتاج، هون كمية الإنتاج، هنا كمية الإنتاج. الآن كل ما زدنا العمالة زادت الكمية المنتجة، لكن بمؤسسات رديئة بتكون أقل بكثير لو كانت مؤسسات حميدة. ونوعية الإنتاج بمؤسسات رديئة بتكون فعلا نوعية رديئة، لكن بمؤسسات حميدة بتكون نوعية عالية. والآن بما يتعلق بكمية الاستهلاك، بيكون المجتمع فقط استهلاكي ما يسمى تظاهري أو ترفي، ما يعني الآن كلما زاد الدخل زاد الاستهلاك الترفي، لكن بمؤسسات حميدة ينخفض هذا الاستهلاك الترفي. وأخيرا يكون هناك كلفة الوجود كما ذكرت قبل قليل، كلما زالت يعني سيادة وقوة المؤسسات الحميدة تنخفض كلفة الوجود على البشر، فبكون بالحالة هاي هنا حياتهم تنتهي بالموت الطبيعي أو لأسباب يعني خارجة عن إرادة البشر. لكن عندما تكون مؤسسات رديئة ترتفع كلفة الوجود، فبكون يقتلوا بعضهم البعض وما شابه. شكرا لكم على حسن متابعتكم. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية من أجل تعميم المعرفة بلغة الضاد، لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.